هذه الجامعة الصيفية تأتي الجامعة الصيفية تأتي في إطار عدد من التظاهرات وعدد من الملتقيات اللي هي حقيقة السادة العدول الآن بداو ينظموها نظرا لبعض لأنهم بقاو كيحسوا بأنه كاين واحد الحيف تجاه مهنتنا لأن المهنة ديالنا كما هو معروف هذه لا يحتاج إلى تذكير لأن مهنة عريقة ومهنة هي أم المهن بالنسبة للمهنة ديال التوثيق يعني عند العمر ديال ما يزيد على 15 قرنا ولكن مع الأسف الشديد كنشوفوا الآن المسؤولين على هذا القطاع ما بقوش يعطوها ما تستحقون من العناية والدعم والتطوير ونحن نعيش عصر العولمة عصر التطور عصر السرعة ونحن لازلنا نتعامل مع المهنة بالوسائل التقليدية احنا مطلب ديالنا عندنا مطالب ديالنا محددة ما كنطلبوش شي حاجة يعني مادية ما كنشكوش من ذلك احنا كنكتفيو يعني بالواجب اللي هو واجب اولا انساني وطني مجتمعي كنقومو به ولكن اللي كنطلبو هو اننا كخصنا يعني المسؤولين والدولة تساعدونا على الرقي بهذا القطاع هذا حتى نكون يعني عند في الموعد مع التطور اللي كيعرفوا المجتمع راه المجتمع والعالم كله بأسره يسير بسرعة البرق ونحن لازلنا نتعامل بأدوات قديمة لا يمكنها أن تسير هذا التطور كنطلبوا وضع قانون يتوفر فيه كل الإمكانيات وكل الآليات اللي يمكن لها ترفع من شأن هذه المهنة وتطورها وتجعلها في مصاف باقي المهن الأخرى مهنة التوثيق العدلي التي يؤطرها قانون 603 هو قانون يرجع لسنة 2006 هذا القانون أصبح قانونا متجاوزا لا يستجيب للمرحلة لا يستجيب لكفاءة العدل بحيث أننا أصبحنا الآن أصبح العدول يعني عندهم إجازة في القانون الخاص عندهم الماستر عندهم الدكتوراه إذن القانون لا يسعف نحن نسعى إلى تحسين وتجويد المرفق وأن قطاع التوثيق العدلي يساهم أكثر في الاقتصاد الوطني إذن خصنا مجموعة من الآليات ومجموعة من المطالب الآنية وهي فك الارتباط مع مجموعة من المتدخلين في الوثيقة العدلية كما نطالب بالرقمنة نطالب بصندوق الإيداع والتدبير كإيداع والتدبير نطالب بالتلقي الفردي يعني الأستاذ العدل عنده الإجازة في القانون الخاص يوقع الوثيقة ديالو تصبح رسمية وتعطل للمواطن وبالتالي خصنا نسيروا الرقمنة نسيروا التوجهات الكبرى للدولة ديال أن تبسيط المساطر إلى غير ذلك ما يشغلنا في الجامعة الصيفية هو تكوين وتأطير السادة العدول وممارسة الأنشطة طبعا الترفيهية خصوصا وأن هذا النشاط أو هذه الجامعة الصيفية جاءت متزامنة مع الإدراب الأسبوعي التي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للعدول وذلك لأسباب تتعلق بتحديد المهنة إلغاء ثنائية السادة العدول إلغاء المراقبة المباشرة للقاضي عصرنة المهنة إحداث صندوق الإيداع وغير ذلك من المطالب وهذا التكوين هذا اللي ساهم في المعرفة ديال هذا المهنة اللي هي جديدة خاصة لنا احنا النساء اللي أول مرة أننا نولجوا هذا المهنة في تاريخ المغرب والدخول ديالنا احنا يا كنساء لهذه المهنة ماشي شي حاجة سهلة خاصة أن القانون ديال المهنة ديالنا ما تحينش ولو أن هذا المستجد كاين وبالمناسبة راه العدول ديال المملكة المغربية راه تاخذ إضراب هاد الأيام من 1-7 في إطار النضال ديالها باش يخرج واحد القانون اللي كيواكب المستجدات التشريعية ديال المملكة المغربية
احنا كنساء اللي اول مره نولجوا النهار اللي تعلن على المباراه كان واحد الاقبال كبير من المراه المغربيه انها تولج لهذه المهنه، الا اننا بعد ما بدينا التكوين لقينا ان المهنه خصها بزاف ديال خصها تحيين خصها المواكبه خصها بزاف ديال الاشياء اللي هي هذه اللي يعني المعاناه اللي كان كيعانيها الرجل العادل في صمتو كان يناضل بانه يغير القانون ديالو. دابا حنايا لمسناها من بعد ما تعيننا واننا خدمنا في الميدان لقينا اكراهات يعني كثيره، وهي جمله المطالب اللي سيطالب بها العدول. عام بالنسبه لينا حنا القبول ديالنا من طرف المواطن كان بشكل سلس، ما لقيناش اشكال. الاشكال اللي كاين هو في التحيين ديال القانون اللي باش يساعدنا حنايا كنساء اننا نمارسو بطريقه يعني سلسه. هذا هو اللي المطالب ديالنا معروفه، هي تحيين القانون 1603 بما يتناسب مع دستور المملكه 2011. كنطالبوا برفع خطاب القاضي بما له يعني من عرقله وثقل ديال هذيك الوثيقه العدليه، لانها كتاخذ واحد كنديروا نفس العمل التوثيقي اللي كيديروه الفاعلين الاخرين في المجال التوثيقي، الا اننا حنايا الوثيقه ديالنا في الاخراج ديالها الحيز الوجود تتاخذ لينا واحد الوقت طويل ما بين الخطاب القاضي وما بين التضمين ديالها من طرف النسخ، وهذا كله راجع الى القانون ديالنا اللي ما تحينش. حنا نطالب بالرقمنه، المطالب ديال العدول راه مطالب مشروعه، مطالب باينه واضحه وكلها في صالح المواطن. عموما الوضع المهني بالنسبة للسادة العدول الآن يتميز بحراك دشنه السادة العدول تعبيرا عن غضبهم، وسجلوا حالة احتقان جراء شعورهم أن ملفهم المطلبي لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة، سيما وأن هذا الحوار مع وزارة العدل استمر لمدة 10 سنوات، والسادة العدول كلما كانوا يأملون أن يصل هذا الحوار إلى نتيجة تتمثل في قانون حداثي، قانون ديمقراطي، قانون يحقق فعلا إمكانية الرقي بهذه المهنة ومنح آلية اشتغال يمكن أن جعل العدول قادرين على الاندماج في المحيط الاقتصادي والمجتمعي في عالم متحول فيه عدد من المستجدات في منافسة قوية، لا سيما وأن التوثيق أصبح الآن سلعة تخضع لقواعد بطبيعة الحل المنافسة والجودة والنجاعة وغير ذلك، وهذا كان يتطلب فعلا قانون جديد يعطي آلية اشتغال حقيقية وضمانات للممارسة وحماية مهنية، ثم أيضا يجعل العدل قادرا على تحقيق الأمن التعاقدي الذي هو مسؤوليته أو من صميم مسؤولياته. مطالب السادة العدول بطبيعة الحال واضحة، تحقيق المساواة كمطلب دستوري يتمثل في أن يتمتع العدل بنفس الحقوق وأيضا الالتزامات التي هي ممنوحة قانونا للمهن القضائية المساعدة، لا سيما التي تمارس التوثيق. ولذلك كانت المطالب تتمثل في فك الارتباط مع قضاء التوثيق، الانهاء وقطع السلامات الثنائيه، ايضا التعديل القانون بخصوص اللفيف العدلي، ثم ايضا الخروج من حاله الخطه او الخطه بعدما لم يبقى في المغرب خطط الا خطه العداله. والصحيح انها مهنه قضائيه، ولذلك السادة العدول تمسكوا بان يكون هذا اسم المهنه يعبر عن واقع المهنة، لأن المهنة هي توثيق يمارسه السادة العدول، ولذلك أيضا طرحت الهيئة الوطنية مقترح التوثيق العدلي. هذه أهم المطالب التي تقدمت بها الهيئة والتي لحد الآن تنتظر انخراط الوزارة انخراطا جديا إيجابيا للتسريع بإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
تنظيم هذه الجامعة الصيفية أيام 1، 2، 3، 4 يوليوز من هذا الشهر جاء يعني كفكرة يعني جديدة في عمل تنظيمي. الغرض منها أساسا هو خلق جسور التواصل بين السادة العدول ما بين الجيل القديم المؤسس والجيل الذي يليه الذي يراهن عليه في تحديث المهنة وتطويرها. الجامعة الصيفية يعني جاءت متنوعة، فكرة رائعة ومتنوعة في أنشطتها وفقراتها وبرامجها، جمعت ما بين الفقرات العلمية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والحقوق ايضا. يعني الغرض الغرض يعني الاساس هو يعني الانفتاح على يعني جميع المعارف التي من شأنها ان يعني تطور من ثقافه سد العدول وتجعلهم يعني منفتحين على جميع المجالات. ايضا هذا الجامعه الصيفيه جاءت ايضا متزامنه مع يعني فتره من فترات الاضراب التي يعني مسلسل الاضراب التي يعني اعلنت عنه الهيئه الوطنيه للعدول. هذه الاضرابات التي جاءت يعني بعدما تنصلت الوزارة الوصية من مجموعة من التزاماتها المتعلقة بتحديث المهنة وتطويرها وفق مقاربة دستورية مقاربة تشاركية. تنصل الوزارة جاء بعدما يعني وضعت خطوطا حمراء أمام مجموعة من مطالب سد العدول، هذه المطالب المشروعة والمطالب التي لا تخالف الدستور ولا تخالف حتى يعني الطابعة القانونية لمهنة العدول. من بين المطالب التي يطالب سد العدول التي يطالبون بها وما زالوا يطالبون منذ يعني عقد من الزمن قطع أو فك الارتباط مع مؤسسة قضية التوثيق، تحديث المهنة وجعل المهنة حداثية تنخرط في العمل في عالم الرقمنة، أيضا يعني جعل العمل التوثيقي يعني له نفس الامتيازات التي يحظى بها يعني الطرف الآخر الشريك في يعني في حقل التوثيق، تمكينها من مجموعة من الآليات من صندوق الإيداع، من يعني إمكانيات يعني الترقي على المستوى الوطني، من يعني القطع مع يعني الأساليب التقليدية والقطع مع يعني التقليدية سواء في النسخة والتضمين، تمكين سد العدول من مجموعة من الحقوق اللي هي دستورية والتي كنص عليها يعني مبادئ المساواة ومبادئ المناصفة والمبادئ الحقوقية أيضا. كل مطالب سد العدول هي مطالب مشروعة يعني طالبوا بها وسيطالبون بها، ناضلوا وسيناضلون، وكما يقال ما لا يتحقق بالنضال سيتحقق بمزيد من النضال.